الفساد يقلب فرح الحمدانية، مقتل أكثر من 100 حرقا وإصابة العشرات. وسط تعتيم إعلامي وحراسة أمنية مشددة، سفير فرنسا في النيجر يصل إلى باريس. وكالة الطاقة الدولية تنادي بشطب ربع استهلاك النفط العالمي في 7 سنوات، لغة أرقام أم أيديولوجيا؟ بجلسات على الهواء مباشرة، النواب الأمريكي يبدأ غدا محاولاته لعزل بايدن. أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم الليلة. حريق اندلع في حفل زفاف بالحمدانية أودى بحياة العشرات. التحقيقات أظهرت أن الأسباب تعود إلى افتقار القاعة لتعليمات السلامة التي يشترطها الدفاع المدني العراقي. المعلومات أفادت بأن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة قبل انتشار الحريق بسرعة كبيرة. وأشارت إلى أن ما فاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح بلاستيكية استخدمت في القاعة وهي مادة سريعة الاشتعال. العربية مشاهدينا وثقت جانبا من استقبال مستشفى طوارئ إربيل لمصابي حادثة قاعة أعراس الحمدانية شرقي الموصل، فلنتابع. هذه هي الردهات التي استقبلت أكثر من 65 حالة من مصابي حريق قاعة الحمدانية. وزير صحة الإقليم أعلن أن الاستقبال مستمر ويتوقع أن تصل إلى هذه الردهات مزيدا من الإصابات لتلقي العلاج. حالات حرجة وحالات متوسطة وحالات خفيفة هو التصنيف الذي قال عنه وزير الصحة. بس باوعتهم مربوطين إيديهم ورجليهم، يعني الوضع المبدئي ما معلوم لأن حروق ما معلومة. أنا هسا عندي مرتي هنا شوية صحتها يعني صارت زينة هسا، بس هم عندها جروح بس ما تقدر تمشي، العالم كلها صارت فوقها. الحمد لله وشكر قدرت أطلعها نخلصها، طلعناها وأهلي طلعوا، بس ابن خالتي مات الله يرحمه، وعمتي همين ماتت، وأكو هواي همين عالم. وزير صحة الإقليم وعلى هامش زيارته للراقدين في مستشفى طوارئ أربيل قال أن علاج إصابات الحروق يحتاج إلى وقت طويل كي يتعافى المصاب، كاشفا عن الأعداد التي استقبلتهم مشافي إقليم كردستان. 67 جرحى، اللي تقريبا 20 جرحى بدهوك والبقية 47 في أربيل، وبعض منهم رادوا العناية مركزة والبقية رادوا صالات العمليات والردهات. وبالتأكيد المرضى الحرق والجرح الحرق يراد له وقت أكثر. لم تهدأ سيارات الإسعاف وهي تنقل المصابين من قضاء الحمدانية إلى مشافي محافظتي أربيل ودهوك. تلك السيارات ساهمت في إنقاذ أرواح العشرات ممن أصيبوا بحروق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية. من داخل المستشفى طوارئ أربيل، أحمد الحمداني، العربية. أيضا مشاهدينا نبقى مع الزميل أحمد الحمداني من أربيل. أحمد، ما هي آخر الأخبار والتطورات لديك؟ وأنا أبقى طبعا داخل مشفى طوارئ أربيل حيث استقبال الجرحى والإصابات، طبعا الإصابات بالحروق في من جراء حادث قاعة أعراس الحمدانية. هذه هي طوارئ أربيل وهي ما تزال تقدم العلاجات وتستقبل سيارات الإسعاف القادمة من الموصل وتقدم لهم العلاجات اللازمة. صحيح أنهم لا يسمحون لنا بتصوير الحالات هنا كون أن علاج بروتوكول علاج الحروق يتضمن خلع الملابس، وبالتالي صعب جدا أن نقوم بجولة تصويرية داخل الردهات. لكن هناك من أتم مرحلة الشفاء وغادر ليكمل مراحل العلاج في المنزل، ولكن هناك أعداد من الإصابات هي حالات حرجة وربما حرجة جدا
تصل إلى 90% من الحالات، وبالتالي فإن التركيز وتقديم العلاجات شيء جدا مهم هنا في أربيل. شكرا لك أحمد الحمداني مراسل العربية من أربيل. وسجدوا له الصالحون وأمن به الكافرون وسبحت الشوب معنا مشاهدينا من بغداد نايف شومري النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى والنائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع. أستاذ، سأبدأ بعمليات الاعتقال التي تمت بعد هذا الحادث، عدد المعتقلين حتى الساعة والتحقيقات لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولكل مشاهدي قناة العربية. منذ أن بدأ الحادث توجه السيد وزير الداخلية مباشرة إلى مدينة الموصل للتحقيق في هذا الحادث الأليم الذي هو فاجعة عبارة. التحقيقات مستمرة، اليوم تم إلقاء القبض بالتنسيق مع الإخوان في إقليم كردستان على صاحب القاعة، ومباشرة في بعد الحادث العاملين في القاعة تم إلقاء القبض عليهم والتحقيق لا زال مستمر. صدرت أوامر إلقاء قبض على 5 من المعنيين في القاعة، 2 منهم تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأخ وزير الداخلية بالتنسيق مع إقليم كردستان، كانوا متواجدين في أربيل تحديداً. لا زالت التحقيقات مستمرة بإشراف الأخ وزير الداخلية، وهناك لجنة مكلفة بهذا الأمر. هناك تأكيدات سابقة صدرت من الحكومة العراقية بضرورة تطبيق شروط السلامة، لكن للأسف الشديد توجد الآن قاعات ومطاعم في الموصل لا تتوفر فيها شروط السلامة نهائيا، وهذا يتطلب من الأخوان المعنيين في هذا الأمر إيقاف كل هذه المطاعم والقاعات ما لم تكن هناك شروط السلامة. فاجعة كبيرة، اليوم نفقد مواطنين ذهبوا لفرح، ولكن للأسف الشديد خرجنا بحزن كبير في محافظة نينوى. وبالتالي نحن أمام يعني ممكن تشريعات أو إجراءات قانونية جديدة. شكرا لك من بغداد نايف الشمري النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى والنائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع. نتابع مشاهدينا المزيد عن هذا الملف مع الزميلة روان حمزة. إليك روان. شكرا ليال. قاعة أفراح تحولت إلى قنبلة موقوتة مغلقة على من فيها، انهارت خلال ثوان معدودات مخلفة عشرات الوفيات والإصابات، لتتوالى بعدها التصريحات حول تفاصيل أولية تتعلق بأسباب حريق الزفاف المأساوي. وفق الدفاع المدني العراقي، قاعة الأعراس كانت مغلقة مغلفة بألواح سريعة الاشتعال ذات تكلفة منخفضة بخلاف تعليمات السلامة. معايير كانت السبب الرئيسي في استسلام القاعة للنيران بسرعة كبيرة، وهذا ما أكده تصريح وزير الداخلية العراقي. لجنة تحقيقية لتحديد ملابسات الحادث والمقصرين، وراح ينالون جزائهم العادل. لجنة مركزية ومشتركة من قبل الاستخبارات والدفاع المدني والشرطة. إذن كيف تمكنت هذه القاعة من تجاوز أعين الرقابة ومن المسؤول عن الكارثة؟ حسب أنباء متداولة فهذه القاعة تعود ملكيتها لأشخاص نافذين فروا حسب ما تردد إلى كردستان العراق. حوادث مماثلة ومبان أخرى تفتقر لمعايير السلامة لم تتمكن الجهات المعنية من تنفيذ الدعاوى القضائية المقدمة ضدها، هذا بحسب تصريح للعربية أدلى به نائب عن محافظة نينوى. أنا أعتقد الجشع والفساد الكبير هو السبب الرئيسي في حدوث هذه الفاجعة. لم تكن هذه الحادثة هي جنائية، وإنما عدم توفر شروط السلامة. يجب أن يكون هناك تحقيق عالي المستوى، من الذي منح لهم إجازة لإنشاء هذه القاعة؟ حريق قاعة الأفراح في نينوى أعاد فتح ملفات شائكة في الداخل العراقي، وعاد معها التساؤل حول أسباب تسجيل العراق أرقاما قياسية بالحرائق،
إذا ترجمناها بلغة الأرقام الرسمية، نتحدث هنا عن أكثر من 10,000 حادث حريق منذ بداية العام الجاري، هذا بحسب مديرية الدفاع المدني العامة بالعراق. 10,000 رقم ليس بالهين، فإن الرقابة والسلامة إذن. نائبة برلمانية في تصريح للعربية حملت تلك المسؤولية على عاتق من يقدم موافقات دون سند قانوني. إن كان هناك محاسبة جدية وفضح لأسماء هؤلاء المتورطين بهذه الكارثة، أكيد سوف يكون هناك رادع لمن تسول له نفسه استخفاف بأرواح المواطنين على حساب الثراء يعني الشخصي. ملف الحرائق ملف شائك، خسائره الأكبر بشرية، لكن لها أيضا جانبا ماديا قدرته الجهات الرسمية بواقع 800 مليون دينار عراقي العام الماضي وحده، جاءت على صورة غرامات على المخالفين في قضايا السلامة ومنظومات الحرائق. هذا كن ما لدين، ننتقل إليك ليال. شكرا لك. أيضا نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع الخبير القانوني أمير الدعمي. سيد الدعمي، قائد عمليات نينوى اللواء عبد الله الجبوري أكد إلقاء القبض على مالك قاعة المناسبات التي احترقت وتوقيف 9 مسؤولين إداريين عن قاعة للأعراس وملاحقة صاحب هذه القاعة بعد فراره. لو كانت القاعة مسجلة أصولا ومرخصة قانونيا، هل يتحمل مالك القاعة المسؤولية كما حصل اليوم القانونية عن الحريق، أم أن استخدام الألعاب النارية هو المسؤول عما حصل بالداخل؟ نعم، تحية لك سيدي الكريمة وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. يعني في البدء أعزي العراقيين وذوي الضحايا بهذه الفاجعة، وهي لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة طالما كان الأساس في موضوع مثل هكذا مواضيع هو الفساد المستشري في الدولة العراقية، وبالتالي أنا أعتقد لن ينتهي هذا الموضوع عند هذه الفاجعة. يعني بالرجوع إلى سؤالك، يعني أساس بناء هذه القاعة هو خطأ وارتكاب مخالفة قانونية صريحة، على اعتبار أنه الأرض الزراعية لا يمكن أن تقام عليها مباني ومنشآت إلا بالغرض الذي حددت له، وبالتالي أساس بناء القاعة هو غير قانوني. أما لو كانت مستحصلة يعني للإجازة القانونية ولمستوفية للشروط القانونية، أيضا يتحمل صاحب القاعة المسؤولية على اعتبار عدم اتخاذ الإجراءات السلامة الكافية لتأمين هذه القاعة. الخلل واضح وكبير، وهو أن هذه القاعة بنيت على أساس الفساد. الحكومات السابقة ما بعد 2003 وهذه الحكومة بالتحديد رفعت شعار مكافحة الفساد، وقد ينظر المسؤول العراقي أن مكافحة الفساد هو إيقاف هدر المال العام والسرقات الذي هو مستشري بشكل كبير، لكن الأهم من هدر المال العام هو إيقاف نزيف الأرواح الذي يذهب نتيجة الفساد المستشري في دوائر الدولة بين قوسين الرشا، التي انتشرت بشكل كبير والتي على أساسها تقوم كافة العمليات مثل هكذا، مثل هذه القاعة والعبارة عندما تم إغراقها في الموصل قبل 3-4 سنوات وغيرها من الحوادث والمستشفيات. المشكلة أننا نبحث عن دولة يعني تتبنى المؤسسات، نحن الآن دولة غير مؤسساتية، دولة تقوم على أساس يعني للأسف بعيدة عن أركان المؤسسات. الدفاع المدني مسؤول، ومن أعطى الإجازة مسؤول، وكل من له اختصاص في بناء مثل هكذا منشأة مسؤول. أنا حصلت على معلومة مهمة من الدفاع المدني وضابط كبير في الدفاع المدني، قال سبق وأن تم تقييم هذه القاعات في الموصل ومن ضمن هذه القاعة، وتم يعني إجراء المخالفات عليها ومنعها من إجراء الأعراس، لكن بنفوذ صاحب القاعة تم افتتاح هذه القاعة، والنفوذ كبيرة ومتنفذين. كل من يملك مثل هكذا قاعات وليس في الموصل فقط، في كل العراق هو متنفذ. نعم. وإلا ما يمكن أن يصل إلى هذا الحال. وبالتالي الفساد المبني على المحاصصة بين المسؤولين هو الأساس اليوم. شكرا لك الخبير القانوني أمير الدعمي، كنت معنا من بغداد. تتابعونا مشاهدينا في العالم الليلة، ولكن بعد الفاصل. الألعاب الإلكترونية تنافس كبرى الصناعات التجارية في العالم بالأرباح. We'll be right back.
ولدينا أيضا في المقابل خسائر كبيرة في سوق العملات المشفرة، الموظفون ضحيتها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. وصل السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتي وموظفين بالسفارة إلى مطار عسكري قرب باريس. إيتي غادر العاصمة نيامي متجها إلى تشاد ومنها إلى باريس برفقة 6 من معاونيه. مراسل العربية قال بأن السفير خرج من المطار وسط تشديدات أمنية بعيدا عن كاميرات الصحفيين. طوعا أو كرها تخضع فرنسا مجددا في أفريقيا، آخر الفصول مغادرة السفير الفرنسي في النيجر البلاد. انقلابات عصفت بالنفوذ الفرنسي في السنوات الأخيرة في منطقة الساحل الأفريقي، 3 سنوات عجاف أجبر فيها سفراء فرنسا على الرحيل من دول أفريقية عدة، آخر فصولها مغادرة السفير الفرنسي سيلفان إيتي النيجر إلى تشاد ثم باريس بعد فصل طويل من الشد والجذب بين فرنسا والانقلابيين، لحظة يصفها المجلس العسكري الحاكم بالتاريخية وبالخطوة الجديدة لاستعادة السيادة. الخطى نفسها أجبر عليها السفير الفرنسي في بوركينا فاسو بداية العام الجاري بعد أن بات غير مرحب به، وفي مالي واجه السفير الفرنسي بداية العام الماضي مصير الطرد من البلاد. الخروج الفرنسي الأخير من النيجر اعتبر هزيمة سياسية جديدة في منطقة الساحل الأفريقي تضاف إلى الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو. تنسحب إذن فرنسا مرغمة مرة أخرى من القارة السمراء، وتحدد نهاية العام جدولاً زمنياً لسحب قواتها من النيجر ولأفول نفوذها التاريخي في منطقة الساحل الأفريقي. خطوة رغم واقعية تعامل باريس معها، لكنها تعطي مساحة أكبر للاعبين آخرين في منطقة لا تغيب عنها روسيا. نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع الصحافي والكاتب السياسي جمال بدومة. سيد بدومة، قادة النيجر العسكريون أكدوا بعد مغادرة طبعا السفير الفرنسي الرغبة في وضع إطار تفاوضي لانسحاب القوات الفرنسية من أراضيهم، وأشاروا إلى أن جدول زمن لانسحاب القوات الفرنسية المؤلفة من 1500 جندي يجب أن يتم في إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فاعلية أفضل. إذن أستاذ، بعد السفير هل ستسحب باريس جنودها حسب ما هو معلوم حتى الساعة، حتى نهاية هذه السنة؟ مساء الخير، هذا أمر مؤكد، باريس ستسحب قواتها العسكرية من نيامي بحدود نهاية السنة، هذا أكده الرئيس الفرنسي بنفسه إيمانويل ماكرون. الآن هناك هذه الأزمة، معركة كسر العظم انتهت، هناك طبعا هذا سيتم في إطار التفاوض لأن هناك مسائل أيضا لوجستية ينبغي تحريك هذه القطع العسكرية الموجودة، هناك مجموعة من الترتيبات من أجل سحبها على الأرجح في اتجاه آخر معقل في هذه المنطقة للقوات الفرنسية في تشاد المجاورة، سيتم سحب هذه القوات العسكرية في إطار طبعا التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم. هذه هي نتيجة هذه المعركة. السؤال المطروح هو هل ستستطيع النيجر لوحدها فيما بعد أن تقاوم مد الجهاديين على حدودها، وماذا سيصبح عليه الأمر بعد خروج هذه القوات الفرنسية؟ نعم. 1500 من العناصر من هذه القوة، نذكر أن فرنسا كانت منخرطة، أن أكثر من 50 فرنسي في الجيش الفرنسي قتلوا في إطار هذه الحرب منذ عملية بارخان في مواجهة الجهاديين في هذه المنطقة. بمعنى
التحدي الكبير، هل سيستطيع الجيش النيجيري وحده صد الجهاديين أم أنه سيلجأ كما فعلت مالي إلى الروس، إلى فاغنر؟ نعم، مقابل أستاذ طبعا يعني الخسارة السياسية، هناك أيضا خسارة اقتصادية. الاستعانة بفاغنر بهذه المنطقة إلى أي مدى اليوم يعني سينهي النفوذ الفرنسي؟ مطالب طبعا هو تراجع بالسنوات الأخيرة كثيرا. أعتقد أن النفوذ الفرنسي تراجع، ويمكن حتى أن نقول إنه انتهى بالشكل الذي كان عليه في غرب أفريقيا. هذه صفحة يتم طيها نهائيا. هناك مجموعة من الظروف الموضوعية التي تضافرت كي تنتهي هذه الصفحة. طبعا هناك سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو طبيعة شخصيته كما تعامل مع قادة هذه الدول ومع هذه الدول منذ 2017 أججت مشاعر العداء في الحقيقة تجاه فرنسا. هذه الصفحة طويت حتى يعني اليوم استخدام الأدوات الفرنسية القديمة في السياسة هناك لم تعد تنفع. شكرا لك الصحافي والكاتب السياسي جمال بدومة، حدثنا من باريس. سيلفان إيتي سفير فرنسا لدى النيجر منذ سبتمبر 2022، شغل مناصب دبلوماسية من بينها سفيراً لبلاده لدى أوروغواي وأنغولا. بات محط الأنظار في النيجر منذ انقلاب يوليو الماضي، حيث رفضت باريس الاعتراف بالمجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس بازوم، ما دفع القادة العسكريين في نيامي لرفع الحصانة الدبلوماسية عنه وطالبوا برحيله باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه. ماكرون أصر على الإبقاء على إيتيه بنيامي قبل أن يتراجع في نهاية المطاف، ليرحل إيتيه إلى باريس عبر تشاد ومعه ستة من معاونيه ليسدل الستار على حرب تصريحات استمرت لأسابيع. جدل جديد أثرته وكالة الطاقة الدولية بإصدارها تحديثها لتقرير الشهري الصادر قبل عامين، والذي يحدد ما هو المطلوب من دول العالم لتخفيض الانبعاثات الكربونية بالمقدار المطلوب حتى عام 2050. التقرير الجديد مشاهدينا أشار إلى أن الاستهلاك العالمي للنفط يجب أن ينخفض إلى 77 مليون برميل يوميا بحلول 2030، انخفاضا من 103 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي، ليكون العالم على الطريق الصحيح صحيح نحو الهدف النهائي وهو صافي صفر انبعاثات في عام 2050. هذا الهدف يتناقض تماما مع توقعات جهات مثل منظمة أوبك التي تتوقع أن يستمر الطلب على النفط بالنمو حتى عام 2045، وأن تصل ذروة الطلب إلى 110 ملايين برميل يوميا. وكالة الطاقة الدولية حضت دول العالم على وقف الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز باستثناء بعض الاستثمارات للحفاظ على مستويات الإنتاج في الحقول القائمة. ينضم إلينا مشاهدينا في الاستوديو الزميل ناصر طيبي المختص في الشؤون الاقتصادية والطاقة في قناة العربية. أهلا وسهلا فيك ناصر. هذا السيناريو، هل نتحدث عن سيناريو واقعي؟ هل هو قابل للتحقيق أم ماذا؟ يعني ليال، بداية لنعرف المشاهدين ما هي وكالة الطاقة الدولية. وكالة الطاقة الدولية هي ترسم وتنصح الدول الغنية والدول الصناعية في سياسات الطاقة. هذا السيناريو وليس توقعات. فبالتالي وكالة الطاقة في خارطة الطريق تضع ما هو المطلوب من حيث حجم مصادر الطاقة جميعها، كيف يجب أن تنخفض مصادر الطاقة الأحفورية حتى تنخفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد الصفري في 2050. وهناك طبعا هدف مرحلي مهم جدا في عام 2030.
صحيح أنها ليست توقعات وهي سيناريو، ولكن أي سيناريو يجب أن يكون واقعي ليال. هذا السيناريو لا يمت بالواقع بصلة. لماذا؟ كما ذكرتي سينخفض النفط من 103 مليون برميل إلى 77 مليون برميل في أقل من 7 سنوات. نعم. لنذكر مشاهدينا أنه في عز جائحة كورونا في شهر مارس وإبريل من عام 2020 عندما توقف العالم عن الحركة تماما، نعم، انخفض الطلب على النفط ب 20%. فكيف يمكن أن ينخفض الطلب ب 25% في عدد قليل من هذه السنوات؟ نعم. فبالتالي من الصعب جدا الوصول إلى هذا السيناريو المرسوم. طيب ناصر، ليس هناك توقعات تدعم هذا السيناريو، ونحن نعلم بكل المتابعة بأن هناك جدل حول البدائل وحول يعني طريقة تقليل الانبعاثات. ماذا سيحصل؟ ليال، في 2020 في عز الجائحة بعض المؤسسات والجهات توقعت أنه عام 2019 قد أتمينا ذروة الطلب على النفط، وأن أنماط الاستهلاك ستتغير مستقبلا ولن يعود الطلب إلى النمو. اليوم مستوى الطلب عند 103 مليون برميل يوميا هو مستوى تاريخي قياسي جديد للطلب العالمي على النفط. البعض يتوقع بأنه التطور في تقنيات الطاقات المتجددة والسياسات المناخية للدول ستحد من استهلاك الوقود الأحفوري، ولكن من يضمن ذلك؟ اليوم حتى السياسات المناخية تتغير. ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا يتراجع قبل أيام بظل التغيرات السياسية عن المنع أو حظر بيع السيارات التي تعمل على البنزين والديزل. كان من المفترض منعها في بريطانيا في عام 2030، الآن يؤجلها حتى عام 2035. فبالتالي حتى السياسات المناخية تتغير للدول. بحسب السياسات يعني الداخلية والسياسات بحسب الأهواء الشعبية. صحيح. ناصر، أيضا يعني ما المطلوب اليوم لنصل إلى صفر انبعاثات بحسب التقرير، أو بحسب يعني ما المطلوب أن يتم اتخاذه من إجراءات، خصوصا أن هناك خلافات داخل الدول على موضوع المدفوعات ومن يعني يعوض الدول على هذا الموضوع؟ دعيني أقول لك ليال بأنه حتى هذا السيناريو يتضارب مع توقعات وكالة الطاقة الدولية نفسها. يعني هم بالسيناريو يقولون سيتراجع الطلب إلى 77 مليون برميل ب 2030. بتوقعاتهم الحالية يتوقعون وصول الطلب في عام 2028 إلى 105 مليون برميل يوميا. فكيف يكون هناك هذا التفاوت بين التوقعات والسيناريو؟ يعني التضارب بين حقيقة الواقع والأمنيات. المطلوب اليوم ليال بأن المؤسسات هذه كصانع للسياسات الطاقة أن يكون محايدا بين جميع التقنيات. الهدف ليس مكافحة نوع معين من مصادر الطاقة، الهدف هو طبعا مكافحة الانبعاثات. نعم. فبالتالي اليوم نرى ونسمع بأن وكالة الطاقة الدولية نفسها والاتحاد الأوروبي يتحدث عن استيراد الغاز الصخري الأمريكي لعقود قادمة. طب أين البصمة الكربونية؟ صحيح. هناك عقود منذ بدء الحرب لعقود قادمة. صحيح ليال، يعني هل الغاز الصخري الأمريكي حلال والغاز الأفريقي حرام عندما نتحدث عن البصمة الكربونية؟ ما نشهده اليوم هو حقيقة محاولة لإعادة رسم منظومة الطاقة والاقتصاد العالمي على قياس الدول الغربية والدول المتقدمة، متناسين حاجة الدول النامية والفقيرة للطاقة لتنمية شعوبها ودولها. نعم. ناصر، أيضا الوكالة طالبت بزيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة لتصل إلى 4.5 تريليونات دولار. اليوم هناك أزمات اقتصادية لدى كل الدول، الدول النامية غير قادرة على تحقيق ما هو مطلوب، حتى الدول الأوروبية والأمريكية. يعني اليوم هناك أزمة اقتصادية عالمية، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ طبعا يعني الكل يتحدث اليوم حتى عن نسب الفائدة المرتفعة، فبالتالي حتى الديون تكلفتها مرتفعة، من أين سيأتي العالم بالمال؟ في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك جدوى اقتصادية وواقعية اقتصادية لما نتحدث عنه. بكل المقاييس ليال، الأزمة المناخية هي أزمة إنسانية تواجه كل الإنسانية، ولكن كيف سنتعامل معها ومن يتحمل المسؤولية ومن سيتحمل
خلال التكلفة، التكلفة تقع على عاتق الدول الصناعية الكبرى التي استفادت من الوقود الأحفوري لمئات السنوات وبنت اقتصاداتها المتطورة، وبات الآن اليوم محرما على الدول النامية اللحاق بركب الدول الغنية من حيث التنمية والتطوير، بمقولة بأنه يجب أن نتحول إلى طاقة نظيفة ولن نتحمل نحن التكلفة كدول غنية، يجب أنتم يا دول نامية وفقيرة أن تتحملوا هذه التكلفة. هذه ضريبة إضافية على الشعوب، مئات الملايين من الشعوب التي لا تصل لها الطاقة الكهربائية ولا طاقة الطهي النظيفة. 700 مليون شخص في أفريقيا لا تصل له طاقة نظيفة لطهي الطعام، ويموت مئات الآلاف منهم سنويا بسبب ذلك. لأجل ماذا؟ أين هو الحل؟ على الدول الغنية أن تتحمل مسؤوليتها على هذا الصعيد. وهذه المعضلة الأساسية بكوب 28 القادم على كل حال، في كل كوب وفي كل عام. نعم. شكرا لك ناصر على وجودك أهلا معنا. أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب عقد أولى جلسات التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الخميس. اللجنة قررت استدعاء 3 شهود للإدلاء بإفاداتهم استعدادا لإصدار مذكرات استدعاء نجيل بايدن وشقيق الرئيس جيمس بايدن، وطلبت السجلات المصرفية الشخصية للرئيس بايدن. يأتي ذلك مشاهدينا بعدما دفع قادة الحزب الجمهوري في اللجنة للتحقيق مع بايدن وأفراد أسرته حول صفقات تلقي رشوة ومعاملات تجارية مشبوهة أثناء عمل بايدن نائبا للرئيس السابق باراك أوباما. في المقابل هاجم البيت الأبيض رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيمس جوردان لتركيزهما على التحقيق على عزل بايدن بدلا من العمل على تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت بأن محاولات الجمهوريين ما هي إلا حيلة سياسية لعرقلة تقدم بايدن في حملة إعادة انتخابه، رافضة الاتهامات الموجهة ضد بايدن. معنا مشاهدينا من واشنطن نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن. نادية، بعد كل ما سمعناه من هذا الجدل القانوني، ما هي آخر المستجدات من العاصمة الأمريكية؟ طبعا المتوقع أن تبدأ هذه اللجنة والتي تسمى بالمراقبة والمحاسبة إجراءات ما يسمى بعزل الرئيس بايدن غدا الساعة 10 بالتوقيت المحلي. طبعا كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب الجمهوري لم يستطع الحصول على أصوات كافية حتى يبدأ إجراءات العزل في المجلس، لذا اكتفى تحت ضغوط من الجناح المتشدد الذين يطلق عليهم اسم ماجا ريبابيكنز، الجمهوريين تابعين للرئيس ترامب. بدأ بإجراءات هذه العزل في هذه اللجنة الصغيرة، وبالتالي لا نتوقع بأن يخرج بأي نتائج حقيقية، لأنه كما تعرفين هو يجب أن يكون العزل في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الشيوخ، وهناك إجراءات قضائية وقانونية تشريعية. هذا لا يتوفر النصاب لها، وبالتالي هي محاولة لإرضاء فقط المتشددين في الحزب الجمهوري، حتى يقول بأنه بدأ في الكشف عما أسماه كيفن ماكارثي بثقافة الفساد. نريد أن نذكر بأنه ما يريد الجمهوريون الكشف عنه هو ليس فساد للرئيس بايدن وهو موجود الآن في البيت الأبيض، يتحدثون عن نائب موقع أو المنصب الذي طبعا شغله جو بايدن عندما كان نائب للرئيس في عهد إدارة الرئيس أوباما، ويقولون بأنه عندما كان شغل هذا المنصب كان نجله هانتر يستفيد من منصب والده، بمعنى بأنه حاول أن يقول لعملائه التجاريين وشركاء التجاريين في الصين في أوكرانيا وبالتحديد شركة بريزما التي عامل معها بأنه لديه بعض الصلاحيات والمؤهلات فقط لأنه ابن نائب الرئيس، وبالتالي حصل على مليارات من أو ملايين عفوا على ملايين من الدولارات فقط لأنه يقول بأن اسمه الثاني هو بايدن، وبالتالي هانتر بايدن فقط استفاد من هذا. وما يريد الجمهوريين الكشف عنه الآن ليال هو هل الرئيس الآن نائب الرئيس سابقا استفاد من هذه الصفقات التجارية، ليس فقط هانتر بل أيضا أخيه للرئيس والرئيس نفسه جو بايدن. طبعا كما ذكرت البيت الأبيض قال بأنه الجمهوريين حققوا على مدى عام
ولم يجدوا شيء. هذه عبارة عن مجرد توظيف سياسي فقط حتى يقولوا بأن ديمقراطيين قادوا الرئيس وحاولوا عزلوا الرئيس ترامب طبعا. نعم. والآن يقومون بالفعل بالنسبة لي بمثل عفوا بالنسبة للرئيس بايدن. شكرا لك نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية حدثنا من واشنطن. مشاهدينا نكمل طبعا ملفات العالم الليلة. توصل الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق بشأن خطة إنفاق مؤقتة من شأنها أن تحول دون أغلاق الحكومة بداية الأسبوع المقبل، ويأمل زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير التشريع الجديد بحلول نهاية الأسبوع وإرساله إلى مجلس النواب في الوقت المناسب لتجنب الإغلاق. رغم ذلك ليس من الواضح ما إذا كان التشريع سيمرر من دون معارضة من بعض الجمهوريين اليمينيين الرافضين لأي تسوية مع الديمقراطيين بهذا الشأن. تستضيف مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في كاليفورنيا المناظرة الثانية لمرشحي الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، حيث يتنافس 7 مرشحين على رفع نسبة تأييدهم مع غياب المرشح الأوفر حظا الرئيس السابق دونالد ترامب. كان وأيضا المرشحون 7 وهو حاكم ولاية فلوريدا راندي سانتنس ورجل الأعمال فيفيك رامسوامي ونائب الرئيس السابق مايك بينس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم نيو جيرسي السابق كريس كريستي وحاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بيرغم والسيناتور تيم سكوت من ولاية كارولينا الجنوبية. مشاهدينا، مشاكل الرئيس بايدن تأتيه من كل صوب، وأدلة جديدة عن تورط محتمل لبايدن بأعمال ابنه التجارية المشبوهة. طبعا مزيد من التفاصيل مع الزميلة جيلان. جيلان إليك. شكرا ليال. مع اقتراب جلسة عزل الرئيس بايدن تظهر إلى العلن أدلة جديدة عن تورط محتمل للرئيس بايدن بأعمال ابنه التجارية المشبوهة. مصادر في الكونغرس كشفت عن وثائق سرية تشير إلى تلقي هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي حوالة مالية من الصين بأكثر من 250 ألف دولار من شركاء أعمال صينيين، وذلك خلال صيف عام 2019 عندما أعلن والده الترشح للرئاسة. ليس هذا فحسب، بل كشفت المصادر أن الحوالة المالية أدرجت منزل الرئيس جو بايدن نفسه في دالوير كعنوان المستفيد من الأموال بحسب ما علمت به فوكس نيوز من مصادرها داخل الكونغرس. الحوالة المالية مصدرها شريك هانتر بايدن في بكين جوناثان لي الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ار بارتنرز والذي كان التقى به الرئيس بايدن وفق شهادة شريك هانتر السابق ديفن أرتشر. المعلومات الجديدة تأتي في إطار التحقيق الذي تجريه لجنة الرقابة بمجلس النواب والتي من المقرر أن تستدعي 3 شهود للإدلاء بإفادتهم يوم الخميس في جلسة ستركز على صحة تحقيق المساءلة والأدلة التي تم الكشف عنها. طبعا المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن مسألة العزل مكيدة سياسية، وكررت ما سبق أن قاله الرئيس بايدن في أكثر من مناسبة أنه لا يعلم شيء عن أعمال ابنه التجارية. لنتذكر: لم أتحدث يوما مع ابني بخصوص أعماله التجارية. تكذيب بايدن هذا غالبا ما يعيد الجمهوريون نشره لدى صدور هذه المعلومات الجديدة حول سجلات مالية تخص عائلة الرئيس. والآن نعود إليك مجددا ليال. إليك ليال. شكرا لك جيلان. مشاهدينا، بعد هبوط اسمه خلال المناظرة الأولى سيسعى حاكم فلوريدا راندي سانتس لوقف تراجعه في استطلاعات الرأي، على عكس كل من سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة سابقة نيكي هايلي ورجل الأعمال الشاب فيفيك راماسوامي اللذين رفعا من أسهمهما الانتخابية خلال المناظرة الأولى، وبطبيعة الحال طبعا سيتطلعان لتكرار الأمر في الجولة الثانية. السؤال الأبرز سيكون:
هل سيستمر الجدل حول تقدم أو تقديم الدعم لأوكرانيا؟ سياسة طبعا تبناها بنس وهيلي بقوة خلال المناظرة الأولى، بل وأن الأخيرة وجهت ضربة انتخابية لفيفيك معتبرة بأن سياساته الانعزالية تظهر انعدام الخبرة في عالم السياسة الخارجية. وكما فعل في المناظرة الأولى، يخطط الرئيس السابق ترامب لسرقة الأضواء من المناظرة الثانية، فموعد مؤتمره مع عمال السيارات المضربين في ميشيغان سيتزامن مع توقيت المناظرة الجمهورية الثانية. ملفات إضافية مشاهدينا ومزيد من التفاصيل في الساعة القادمة طبعا من العالم الليلة مع الزميل طاهر بعد قليل. ولكن طاهر، ماذا لديك في هذه الساعة؟ شكرا لك ليال. في العالم الليلة في ساعته الثانية سنتابع قصة عرس الحمدانية الذي انقلب لمأتم. فماذا حدث في العراق وكيف تحول العرس إلى مأساة حقيقية؟ نتابع تداعيات وصول السفير الفرنسي في النيجر إلى باريس والمشاورات الفرنسية مع المجلس العسكري لبدء سحب القوات. من أمريكا، لويد أوستن يغازل شعوب أفريقيا. عين واشنطن تتجه نحو سد فراغ الانسحاب الفرنسي من هناك. نتابع من السودان، قوات دعم سريع تلوح بسلطة بديلة في السودان وتعتبر الحديث عن حكومة في الوقت الحالي دفعا بالبلاد نحو الهاوية. عودة إليك ليال. شكرا لك طاهر. مشاهدينا تتابعونا في العالم الليلة ولكن بعد قليل. الجمهوريون يتهيئون لعرقلة اتفاق لمجلس الشيوخ يمنع إغلاق الحكومة. ولدينا أيضا إسرائيل تتحدث عن إحباط مخطط إيراني لاغتيال بن غفير. نكمل مشاهدينا العالم الليلة ولكن من السودان، حيث قال مستشار قائد قوات الدعم السريع يوسف عزت بأن الحديث عن حكومة سودانية تمارس مهامها في الوقت الحالي هو بحث عن السلطة على حساب الشعب بحسب تعبيره. وأضاف في منشور على منصة إكس بأنه تطلع بمن وصفهم بالفلول للسلطة والممارسة الشكلية، وبأنهم سيدفعون بالسودان إلى هاوية أكثر عمقا وسيفرض ذلك قيام سلطة بديلة. طبعا الجيش السوداني كان قد استهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع للدعم السريع في أحياء المعمورة وغيرها الواقعة شرقية العاصمة الخرطوم، حيث كان ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه قوات الدعم السريع عدد من القذائف الصاروخية باتجاه محيط قيادة الجيش وسط الخرطوم. وأدت الاشتباكات العنيفة في محيط سلاح المهندسين إلى إصابة مدنيين اثنين في حي إثر سقوط قذيفة بالمنسل. أكدت مشاهدينا وزيرة الداخلية الألمانية في بيان بأنه يجب أن تتوقف أعمال تهريب البشر بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن شرطة الحدود الألمانية ستنفذ عمليات مراقبة إضافية لنقاط الاتصال على الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية. يجب أن نوقف بأسرع وقت الأعمال القاسية لمهربي البشر لأنهم يلعبون بأرواح البشر، وهذا هو السبب في أن شرطة الحدود الألمانية ستنفذ الآن عمليات مراقبة إضافية ومرنة لنقاط الاتصال على طول طريق الاتجار بالبشر على الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية. هذه الضوابط الإضافية تكمل الضوابط التي قمنا بتكثيفها بالفعل في الأشهر الأخيرة الماضية. نحن نقاتل من أجل أن تبقى الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي مفتوحة، لكننا بحاجة إلى هذا الحل الأوروبي، وإلا فإن شنغن في خطر. قال مسؤول أمريكي بأن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي فر إلى كوريا الشمالية قبل شهرين أصبح في حوزة الولايات المتحدة بعدما طردته بيونغ يانغ وأرسلته إلى الصين، ولم يقدم المسؤول مزيد من التفاصيل. وكانت كوريا الشمالية قد احتجزت الجندي الأمريكي عبر الحدود الشديدة التحصين من كوريا الجنوبية دون الحصول على تصريح دخول. وكان الجندي في جولة منظمة في المنطقة التي تديرها الأمم المتحدة والتي تقع بين البلدين. أعلنت دائرة الحدود في أذربيجان اعتقال مسؤول كبير سابق للأرمن في إقليم كاراباخ أثناء محاولته المغادرة إلى أرمينيا. وقالت السلطات بأن روبن فاردانيان شغل منصب رئيس حكومة كاراباخ وقد تم نقله إلى باكو وتسليمه إلى أجهزة حكومية أخرى.
اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب والناتو وبريطانيا بتنسيق المشترك لتمكين كييف من تنفيذ هجومها على سيفاستوبول. يواصل نظام كييف النازي الجديد قصف المناطق الروسية باستخدام الصواريخ والقذائف التي توفرها دول الناتو. الأسبوع الماضي تعرضت سيفاستوبول للهجوم مرة أخرى. علاوة على ذلك، ليس هناك شك في التخطيط المسبق لهذا الهجوم باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية والأقمار الصناعية التابعة لحلف شمال الأطلسي، كما أنه تم بتنسيق وثيق بين الأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية. دعت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس دول الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على غرار دول البلطيق. وأشارت كالاس على هامش مؤتمر البلطيق للدفاع في العاصمة إلى أن إستونيا ستزيد بند الإنفاق الدفاعي في موازنة العام المقبل ليصل إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي. أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلية إحباط مخطط لما قال بأنه محاولة اغتلال فاشلة لوزير الأمن القومي إتمار بن غفير بإعاز من إيران. وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن جهاز المخابرات اعتقل 5 فلسطينيين داخل وخارج الخط الأخضر كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، من بينها طبعا اغتيال بن غفير. وأشارت التقارير إلى أن التحقيقات أظهرت أن 2 من المعتقلين عملا بتوجيهات من مسؤولين إيرانيين. ننتقل الآن مشاهدينا إلى أخبار الطقس مع الزميلة لميس إبراهيم. إليك لميس. شكرا ليان. أهلا بكم. رياح قوية وأمطار غزيرة جلبتها العاصفة أغنس إلى المملكة المتحدة، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من الطقس القاسي في جنوب وغرب وشمال إنجلترا ومعظم أنحاء ويلز وإيرلندا الشمالية واسكتلندا. فمن المتوقع حدوث فيضانات في بعض الأماكن، بالإضافة إلى احتمال انقطاع التيار الكهربائي، كما من الممكن أن تتأثر خدمات الطرق والسكك الحديدية والجو، مع احتمال إغلاق بعض الطرق والجسور. أجزاء كبيرة من وسط اليونان تعرضت لعواصف شديدة ونشاط برق شديد في وقت مبكر من اليوم، ما ألحق أضرارا بالطرق وأغرق منازل وتسبب في انقطاع الكهرباء، وذلك نتيجة وصول العاصفة إلياس إلى جميع أنحاء المنطقة. أجهزة الدولة في حالة تأهب قصوى في هذه المناطق، وتنصح السلطات المواطنين بتجنب السفر غير الضروري. ومن المتوقع هطول كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والعواصف حتى يوم الخميس. أما عربيا، فمنخفض جوي يتمركز قبالة سواحل ليبيا جالبا معه الرياح النشطة والأمطار الغزيرة. هذا المنخفض من المتوقع أن يؤثر في بعض المناطق الليبية مثل مصراتة وبنغازي ومدينة درنة وبعض المدن على طول السواحل الليبية خلال الساعات القادمة، وتستمر هذه الأجواء على مدار اليومين القادمين وبنسب متفاوتة. إلى المكسيك في ولاية خليسكو في غرب البلاد، قاد ما لا يقل عن 8 أشخاص واعتبر 2 في عداد المفقودين إثر فيضان ناهر من جراء هطول أمطار غزيرة. فقد هطلت كميات ضخمة من الأمطار فوق سلسلة جبال سان خوان كاكوما، ما أدى لفيضان ناهر الكانغريخو بصورة مفاجئة. عودة إليك ليال. شكرا لك لميس. مشاهدينا، موظفو شركات ومنصات العملات المشفرة في خطر بعد عمليات تسريح طالت كبرى المنصات.
باينانس أيضا من بين هذه المنصات. الزميلة غيداء السالم ستشرح لنا ما الذي يحدث بالذات. تفضلي غيداء. شكرا ليال. يبدو أن مستثمري العملات الرقمية في ورطة أكبر الآن. الحكاية ببساطة أن أكبر شركة عملات مشفرة في العالم تواجه مشاكل كبيرة جدا. شركة باينانس أكبر منصات العملات الرقمية تواجه محنة اقتصادية وقضائية، ما دفع المستثمرين لتذكر انهيار منصة FTX والتي تسببت بخسارة المليارات قبل عام ونصف العام. فما الذي حصل؟ استيقظ موظفون في شركة باينانس على خبر تسريحهم. هنا كانت الإشارة الأولى لاقتراب انهيار الإمبراطورية. بررت الشركة بالطبع وبصراحة بأنها تحتاج إلى خفض التكاليف والاستعداد لخفض الأعمال أيضا. لكن ماذا عن بقية الموظفين؟ وصلتهم هذه الرسالة: كل معركة هي حالة حياة أو موت، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يهزمنا هو نحن. لقد فزنا مرارا ونحن بحاجة للفوز هذه المرة أيضا. تبحث الشركة إذن عن تدارك هزيمتها، فالموظفون الآن يتدربون ويتدربون على سحب أصول الشركة سريعا في حالة الانهيار. في الحقيقة أن وراء كل هذا التخبط دعوة قضائية تهددها. لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم الشركة بإساءة استخدام أموال العام. لم يمر هذه الادعاء بسلام على التعاملات، انخفضت نحو 70% منذ بداية العام. إذن انهيار تلو آخر في عالم البيتكوين. لكن هل سنشهد شركات جديدة لملء الفراغ؟ إليك ليال. شكرا لك غيداء. مشاهدينا أختم مع العناوين. الفساد يقلب فرح الحمدانية ومقتل أكثر من 100 حرقا وإصابة العشرات. وسط تعتيم إعلامي وحراسة أمنية مشددة سفير فرنسا في النيجر يصل إلى باريس. وكالة الطاقة الدولية تنادي بشطب ربع استهلاك النفط العالمي في 7 سنوات. لغة أرقام أم أيديولوجيا؟ بجلسات على الهواء مباشرة النواب الأمريكي يبدأ غدا محاولاته عزل بايدن. كانت معكم ليال اختيار، إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.